ما يدلوش الحق ان هو يهد الامبراطوريه اللي قعدت طول عمري ابني فيها من ايام ما كنت اصغر منه. ما بقى عايزين نشوف لبنت حلوه كده نشغلها سكرتير عنده، بس بنت تكون مزن. حبه واحده في اليوم وشك هيصير بعقد وبشرتك مثل البيبيز. دي بنت من الشارع ما تعرفهاش لا اصل ولا فصل، انت عارف دي ممكن تقنع ابوك يعمل ايه؟ وانا الورقه الربحانه دي بص، يعني احنا خارج المنافسه، اهم حاجه ان انت تشد حيلك، عايزين نستفرد بكل حاجه. خد ابن عمك بقى في ايدك وتوكلوا على تعالى نبعد عن الشركة، نبدأ مشروع أنا وأنت صغير مع المستثمرين اللي هو مش راضي يشاركه. أنت فاكر إن سهل عليا أنسى كل اللي حصل وأرميه ورا ظهري وأرجع أشوف حياتي وأنزل أقابل ناس وأروح الشغل بسرعة بالشكل ده؟ قلتيلي اسمك إيه تاني؟ رحاب، رحاب طاهر. تحب أوريكي البطاقة؟ لا 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 مصدقاكي. اصل هي ما بتجيش شغل بقالها كتير ولا بترد على التليفون، فقلت اجي اسال اشوفها مالها يعني. هلا اصلها تعبانه شويه عشان كده ما قدرتش تخرج تسلم عليكي. للدرجه دي ليه؟ في ايه؟ كلام في سرك؟ هي راقده مش عيانه يعني، هي ما رضيتش تخرج لك احسن تطلعي اللي ما تتسمى منى. منى؟ هي مش عايزه تقابل منى ليه؟ دول صحاب انتيم حتى من قبل ما نعرفهم. صحاب الشوم والندامه. عارفه انا لو قابلت اللي اسمها منى دي الله في سماه لقلع اللي في رجليا وانسله على دماغها. هو في ايه بالظبط؟ هقولك، بس امانه عليك اوعي تجيبي سيره لحد اني قلتلك، اصل هلا محلفاني ما اقولش الجنس مخلوق. لا 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 ما تقلقيش، سيرك في بيرقولي. منى وطارق جوز هالة. مالهم؟ هالة امبارح قفشتهم في بيتها. بيت مين؟ بيت منى. يوه، هو انت جاي عشان تضايقني يا جلال؟ يا ابني بقى انا جاي لك بحكم العشره الصحبيه اللي بينا عشان اطمن عليك بعد لما قلقت مكالمه الصبح تقول لي انا جاي هداك. يا سيدي انا كويس وزي الفل قدامك اهو. طب بذمتك ده منظر واحد زي الفل؟ هم الناس اللي زي الفل دول بيبقى شكلهم عامل ازاي عشان اقلدهم لك؟ يا ابني هو انا مش عارفك بقى كل ده عشان اتخانقت مع مراتك؟ طب سيبني اتدخل بينكم عشان اصالحكم. ابوس ايدك. لا الموضوع مش مستعمل تدخلات من اي حد. يا ابني انت مكسوف مني؟ ما انت ياما اتدخلت انت وهالة عشان صالحنا انا ومنى، ما تسيبنا بقى يا عم نرد شويه من جمايلك. ما تقلقش يا جلال هنبقى كويسين، اطلع انت منها بس وركز في اي حاجه تانية. يعني انت متاكد ان كل ده بسبب خناقتك مع هاله؟ امال هيكون ايه يعني؟ معرفش بس هموت واعرف. يا ابني انا صاحبك وطول عمرك سرك معايا ما تقولي. خلاص يا جلال لما بقدر احكي لك هبقى احكي لك. اهو اديك وقعت بلسانك اهو في سر، انا بقى مش همشي هنا غير لما اعرف. يبقى تصبح على خير يا جلال، ولما تبقى تزهق وتاخد بعضك وتمشي يبقى خد الباب في ايدك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طارق انت هتدخل تنام وتسيبني فعلا؟ يا طارق على فكره كده لا ذوق ولا اخلاق. يا ليله زرقاء كل ده حصل لها في اليومين اللي فاتوا بس. وهي يا قلبي كاتمه في قلبها وساكته، واحنا بدل ما نخفف عنها لا كمان بندوشها ونزودها عليها. بتكلمي عن نفسك بس. والله ليه ان شاء الله؟ هو انا اللي اتصلت بيها لما مسكوني في القسم بنقله المخدرات؟ انت بتعايرينا انت؟ لا تعايرني ولا عايرك،
الهم طايلني وطايلك. عندك حق يا هند، كلنا غلطانين، كل واحد فينا مشغول بهمه وما بيفكرش في التاني. الدنيا تلاهي يا عم بديع، المهم لما حد فينا احتاج الباقيين لقاهم. الله عليك عاطف، والله جوزك ده خساره فيك. ميرسي يا هاني. امينه على فين يا بابا؟ مشوار مستعجل. مشوار ما ينفعش نعرفه يعني؟ حاجه زي كده يا بابا. طب عرفني، ما انت في الاخر بترجع تقول ان ما حدش بياخد باله من التاني. يلا يا عاطف احسن، هيفتحوا معانا تحقيق. تفتكر ابو جه راح فين؟ معرفش، بس ما تقلقش لما عاطف يرجع هقرره. حاولت اروح لقيت رجليا جايباني لحد عندك. ما انا مش هعرف اهدى ولا انام غير لما اسمعك وافهم منك. ازاي يا منى؟ ازاي تعملي كده في صاحبتك؟ انت مش اي صاحبه، دي هاله. كفايه يا رهاب، كفايه بقى. طب قولي لي ان في سوء تفاهم وان اللي بيتقال ده مش صح واننا ما اتخدعناش فيكي للدرجه دي. لا انتوا اتخدعتوا فيا، انا شطانه واستاهل الحرق. كويس كده؟ لا مش كويس. انت ازاي تعملي كده؟ ازاي؟ ضعفت زي اي انسان ما بيضعف. لما الاقي نفسي في هز حبي لجلال واحترامي ليه بيخوني بدل المره الف، وترى اللي هالة سايباه ولا سائله فيه بيصونها وبيحافظ عليها بسمتك، مش ده يبقى ظلم ليا وليه؟ انت بتحاولي تبرري ايه؟ مفيش اي مبرر يخليكي تخطفي جوز صاحبتك. انا ما خطفتش حد، هو اللي جالي لحد عندي جالي مكسور ومقهور من اللي هالة بتعمله فيه، وانا برضو كنت منهاره من اللي جلال بيعمله فيا. انا قلت لنفسي كتير ما تعمليش كده وعيب وما يصحش، بس شويه شويه لقيت نفسي مش قادره اقاوم. وده بقى نسميه ان شاء الله حب. يمكن حب، يمكن احتياج، يمكن بحاول انتقم من جلال واثبت له ان انا استاهل حد احسن منه. ده انت اتجننتي بقى ومحتاجه تتعالجي. حاولت برضه، رحت للدكتور وفشلت. شكلك ما حاولتيش كفايه. جايز، بس في كل الحالات محدش هيعذرني ويقول عليا مريضه. الناس هتقول عليا كلمه تانية، كلمه وحشه قوي. طبيعي، امال انت كنت فاكره النهايه تبقى عامله ازاي؟ انا كنت عارفه ان النهايه هتبقى كده، وبرضه سبت نفسي اكمل. شفتي ازاي انا بستاهل كل اللي بيحصل فيا؟ للاسف يا منى ما صعبتيش عليا ولا حتى عارفه اتعاطف معاكي. بعد اذنك. حبيبي وسام، الرسالة دي أنا كتبتها لك وعارفة أنك مش هتقراها إلا بعد ما أكون أنا بقيت في مكان تاني بعيد. ومع أني ما سبتلكش أي حاجة تدلك على مكانها، بس عندي أمل أنك هتدور وهتلاقي اللي يوصلك ليها عشان تفهم وترتاح. أنا عذبتك معايا قوي، وإنت يا ما استحملتني، استحملت حزني واكتئابي، عشان كده كان لازم أمشي وأسيبك. كفاية قوي لحد كده. ليه ما احنا كنا عايشين مع بعض وكنا متفقين نحارب المرض ده ونهزمه؟ ايه اللي جد؟ اللي جد ان انا ابتديت اسمع اصوات غريبه واشوف ناس ملهاش وجود، ابتديت اتجنن. ما كنتش عارفه اعيش عادي ولا اركز، كنت شايفاك انت كمان مش عارف تعيش. يا ستي هو انا اشتكيت لك؟ انا مستعده اشيلك فوق دماغي العمر كله والله. ما هو انا لو كنت حاسه باي تحسن كنت صبرت، لكن انا كل مدى كنت بتعب اكتر وبتعذب اكتر وبعذبك معايا، وانت ما تستحقش كل ده. تدتني حب وسعاده اي ست في الدنيا تتمناه، عشان كده عايزاك بعد ما تقرا الجواب ده تنسى كل حاجه وتبدا حياه جديده وتنساني. لا يا ماما، لا انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. لازم تقدر يا وسام، لازم. لا ما تسيبنيش، انا بحبك. ما تسيبنيش، انا بحبك.
دي اخرتها. دي الامانه اللي امنتها لك لما تقدمت العيلة. ما طلبتش منك لا مهر ولا شبكه ولا شقه. كل اللي طلبته منك انك تراعي ربنا فيها. يا ترى انت كده راعيته؟ طب ممكن بس يا عمي تهدى وتسيبني بس اشرح لك. اهدى. انا عشت عمري كله ما حوشتش جنيه واحد. عارف ليه؟ عشان كنت ببني اربع عماير، هشام وهاني وهند وهاله. هما دولت اللي هسيبهم بعد ما اموت. وعايزني اهدى؟ اهدى ازاي وانا بشوفك بتدي عماره منهم؟ حضرتك ليك الف حق تقول وتعمل اللي حضرتك عايزه. وانا غلط. وانا مستعد لاي عقاب حضرتك شايفه. غريب. مع اني كنت متصور انك تاوح. هتقول انك ما غلطتش وهتدافع عن نفسك. مفيش اي دفاع مقبول يا عمي. انا غلطت. والدفاع عن الغلط غلط اكبر منه. افهم من كده انك حاسس بالندم فوق ما تتصور. مع ان الندم دلوقتي ما منوش فايده. مين قال يا ابني؟ ويمكن ما يكونلوش فايده دلوقتي، لكن يبقى له فايده بعدين لما هاله تعدي من الصدمه اللي كانت فيها. هي رجعت البيت؟ امال انا عرفت ازاي؟ بس هي ما حكتش لحد غير لاختها. وانت عارف هند، واول ما قالت لي قلت لك. طب وهي كويسه دلوقتي؟ قافله على نفسها وما بتتكلمش. طب كلمها يا عمي، قول لها ان انا نفسي انها تسمعني، وإني مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان نعدي المرحلة دي ونتكلم. قول لها يا عمي إن اللي حصل ده كان غصب عني، وإن طول الوقت ده كنت بقاوم وبحاول إن أنا أقرب لها، وحضرتك شاهد على ده. الصراحة يا ابني آه، أنت اتكلمت كتير واشتكيت وعملت مشاكل، لكن صدقني كان أحسن لك إنك تواجه هالة وتقول لها إنك ما أنتش قادر تعيش معاها، عن انها تكتشف انك على علاقه بواحده تانيه. انت ركبت نفسك الغلط، مع ان في الاصل الحق كان معاك. عارف، بس تصدق يا عمي مشكلتي كبيره ان انا عمري ما تخيلت حياتي من غير هاله. نعم انت بتهزري؟ وانا وطارق؟ بس امان عليك يا حسن، اوعى تجيب سر لحد عن الموضوع ده. لا عيب عليكي، سرك كبير. انت عارف انت انا لو قفشتك في يوم من الايام هعمل فيك ايه؟ مع مين يا حسره؟ يعني هو ده اللي همك؟ بذمتك ده منظر حد يعبره؟ بصراحه لا، بس انا مش ضمني يعني، ما انت ممكن تقع في واحده ظهرها عارف ازاي؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، مفيش منك اتنين. يلا بقى اتكلي على الله كملي شغلك، عشان انا كمان عندي شغل، عشان محدش يدينا كلمتين. يلا يا ماما. طيب يلا. الو ايوه جلال، معلش فاضي دقيقتين؟ نعم منى وطارق. وطي صوتك يا جلال، مرحب لسه بقى ما جابش سيره. وعلاقتهم دي وصلت لحد فين دلوقتي؟ انا ما اعرفش، بس ممكن اسالك. ولسه استناك يا ابني. انت طب انت هتروح فين؟ جلال جلال استنى. جلال جلال اسامه في ايه؟ قالوا لي انك عايزني ضروري. سامع حصل له حاجه؟ ايه ده بس، خد نفسك اقعد. ما توترنيش يا اسامه، انا مش ناقص. اتكلم في ايه؟ يا يحيى انا جايبك عشان ابشرك. تبشرني؟ سامح حالته بتتحسن، تحريره طالعه كويسه، المخ بدا ينشط، الاستجابات العصبيه كمان كويسه، يعني ممكن يومين ثلاثه ويفوق من غيبوبه. ايه؟ يفوق؟ انت بتقرطص يا طارق، بتمشي مع مراتي من ورا ضهري؟ ايه ده جاله اتكلم بالراحه. مراتك مين يا جدع انت؟ منى. انت هتستقبل يا منى؟ دي تبقى مراتك، ما هي طليقتك. انت نسيت ولا ايه؟ كنت هرجعها وانت عارف. وهي ما كانتش عايزه ترجع وانت برضه عارف. طبعا عشان مالي دماغها، وانا كنت عمال اقول بيت ساعه في العريض ليه؟ اللي بينك وصل لفين يا طارق؟ انت يا طارق نزل ايدك ووطي صوتك، وما تنساش ان انت في بيتي. بيتك؟ لا يا انت بتفهم في الاصول، بتبص لمرات صاحبك؟ انت عارف اللي زيك بيسموه ايه؟ حسب على كلامك يا جلال، انا لسه عامل حساب حاجات كتير قوي بينا. ما تعملش حساب لحاجه تاني، عشان اللي جاي مش كلامه بس. سلام يا
الحمد لله. ما دام خرجتي من اوضتك تبقي هديتي وبقيتي احسن. بابا انا بعمل نسكافيه، اعمل لك معايا؟ اه وماله، اعملي. على فكره انا ما رضيتش ادخل عليكي امبارح الاوضه، قلت اسيبك لما ترتاحي وتتماسكي وتخرجي بنفسك، علشان لما نتكلم مع بعض نتكلم كلام عقل. انا لا بقى فيا عقل ولا قلب. انا رحت له امبارح. هو مين ده؟ طارق. متهيألي كده انه حس بغلطته وانه ندمان. تفتكر الندم ما يفيد بحاجه؟ والله على حسب انت عايزه ايه. انا عايزه افهم اللي بيحصل لي كده، ليه انا بالذات اللي بمر بكل التجارب دي؟ ربنا بيعاقبني ليه؟ هو انا وحشه يا بابا؟ مين قال ان اللي بيحصل لي ده عقاب من ربنا؟ فاكره سيدنا يوسف ابوه كان بيحبه قد ايه؟ فاكره طبعا، كان بيحبه اكتر واحد في اخواته اصلا. لا شر ولا خير؟ اكيد خير يعني. ازاي؟ ده الحب ده كان سبب كره اخواته ليه. فاكره لما رموه في البير؟ ويا ترى رميته في البير دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ أكيد وحشة يا بابا. إزاي؟ ده لولا رميته دي ما كانش سافر مصر، ولولا حب مرات العزيز ليه ما كانش اتسجن، ولولا سجنه ما كانش بقى عزيز مصر. بابا حضرتك عايز تقول ايه بالظبط؟ عايز اقول ان كل اللي حصل لسيدنا يوسف ده مكتوب ومتقدر عشان يوصل للمكانة اللي وصل ليها، لان ربنا بيحبه. ويمكن اللي بيحصل لك ده لان ربنا بيحبك وعايز لك حاجة حلوة. ده حكمته اللي ما يعرفهاش غيره. علشان كده لازم نستقبل كل حاجة تحصل لنا بمنتهى الرضا، ونصبر لحد ما نفهم الحكمة اللي من وراها. فهمتيني يا هلا؟ فهمت. بجد حالته بتتحسن فعلا؟ والله زي ما بقول لك كده، دكتور أسامة نفسه مش مصدق. وشكري عارف؟ لا لسه. أنا ما رضيتش أروح للشركة بقول له. طبعًا حضرتك عارف ليه. قصدك علشان كارولين يعني؟ طيب ما هتيجي معاه البيت، ولا أنت مش ناوي تقول له لما يرجع؟ الله، وبعدين أنت قلقان من كارولين ليه؟ ده تحسن حالة سامح هيجي على هواها وأنت عارف. لا يا عم، وممكن سامح يكون مدي كارولين وأمين قبل الحادثة حجم أكبر من حجمهم، بس محدش عارف لما يفوق هيفضل على حاله ولا هيتغير. يا ابني مفيش حد بيتغير. ليه يا عم؟ طب ما انا قدامك اهو، كنت انيل من سامح مليون مره. بعد اللي حصل لساره مراتي اتغيرت 180 درجه. انا حاسس ان الحادثه دي هتغيره. انا قصدي ان شكري راكب ومسيطر لحد دلوقتي، وحتى لو سامح اتغير شكري مش هيسمح له يعمل اي حاجه. بقول ايه يا عمي؟ ما تيجي نتكلم بصراحة كده وما نتكسفش. مش بابا اللي مسيطر، كارولين وأمين هم اللي راكبين ومسيطرين، هم ليين دماغه كمان. وللأسف احنا واقفين نتفرج عليهم مش عارفين نعمل حاجة، عشان هم مستقوين بيه، مستقوين بالكبير. معقول؟ معقول يرجع يفيق؟ ومال ساعتها هيشوف قد ايه كنا مصرين ننفذ أوامره وهو مش موجود أكتر من وهو موجود. ايه بس بهالطريقه كل اللي خططت له رح يتغير. خالص. انا وانتي مصلحتنا واحده مع سامح دي من اول يوم. الشيء الوحيد اللي قلقني وعمال انبهك عليه بقالي شويه هو عنصر الوقت. شاهلي شويه وخف ايدي. يا الله يا امين، اشهل شويه واخف ايدي ازاي؟ انا لو استعجلت اكتر من هيك ممكن ننفضح. انت منك مستوعب انه انا ماشيه بطريقين، كل واحد اخطر من التاني. طول ما انت خايفه كده مش هتنجزي. مع انك لو انجزتي محدش هيبقى موجود اصلا عشان يكشفك.
نسيت يحيى؟ أنا مش مصدق. ما تعملي حساب كمان لرفعت ولادي. العيلة دي خلاص اتحط عليها كوكي. يحيى خربط لي خلاص. ما فضلوش غير الكاسة الأخرانية وما تقوملوش قومة. وساعتها ما حدش هيقدر علينا أنا وأنت. أوكي. I'll do my best. بس بسرعة. ماشي بسرعة. طول ما أنا جنبك وفي ظهرك ما تلاقيش من حاجة. بتعرف يا أمين شو أكتر شي بخوفني؟ إن أنت شخصياً في ظهري. معقول؟ أنت فقت بجد وبقيت كويس أهو؟ يقول امال بس قعدوا يقولوا لنا مستحيل ترجع للدنيا تاني. مفيش حاجة اسمها مستحيل. المعجزات بتحصل. كانت معجزة إن ألاقي حد يصلح كل الحاجات اللي أنا عملتها غلط في حياتي. حد زيك كده. طب ما دام ترجع بقى. مش كنت صلحت حياتك لنفسك بدل ما حياتي كلها اتقلبت بسبب اللي عملته معاك؟ أنت شايفاها اتقلبت. بس أنا شايف إنها اتعدلت. والله حسب بقى كل واحد فينا شايفها من أنهي زاوية. عموما أنا لسه قدامي وقت لحد ما أقدر أرجع. لحد ما ده يحصل. تمسكي. ايه ده؟ آخر طلب. ترجعي وتفهمي. ارجع. ايه اللي صحاكي بدري كده؟ دي شمس ربنا لسه طالعه. لا كفايه نوم لحد كده. أنا حتى هلبس وانزل أروح الشغل. بجد؟ هتقدري؟ هقدر. لازم أقدر. يبقى هروح أعمل لك لقمة تفطري بيها، وأوعي تقولي مالكيش نفس. مش هقول. أخيراً كده أقدر أقول لك الحمد لله على السلامة بجد. الله يسلمك. مع إن لسه بدري عليها قوي. هحضر لك الفطار. فجأة كده بقى كويس. واحتمال إن هو يفوق قريب. فجأة كده. ايوه من امبارح وانا عايز ابشر حضرتك بس ما لحقتش. الدكتور ده بقى موثوق فيه ولا بيقول اي كلام عشان يدينا امل ويعمل مصلحه من ورانا؟ لا مصلحه ايه بس؟ دكتور اسامه صاحبي من زمان، هو اللي اشرف على علاج ساره. لا 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 كده يبقى دكتور كويس قوي. على فكره يا بابا في العالم كله في حالات ممكن تتعالج وحالات لا، يعني الحكايه مش ذنبه. ما نشوف. وانت تفتكر ان انا اكره؟ انا محبب عليا ان هو يفوق عشان نشيل عني الشغل شويه بدل ما انا شايل الشغل كله لوحدي. حضرتك اللي مصمم انك تبقى لوحدك. ما هو اللي عايشين معايا لو ايده طريه ومدى خراخه يبقى قلتها احسن. بونجور بيبي، كيفك حياتي؟ هيدي القهوة عملت لك إياها بإيدي. طب يلا بينا. يلا. سوري يحيى نحن مضطرين ننزل لأنه كثير مؤخرين. بيبي قادر؟ أه طبعاً قادر. يلا. يلا. قادر؟ دلوقتي كويسه. انا قلت ان انت هتاخدي اجازه اكتر من كده. في ارهاب وانا قاعده على دماغك. مفيش والله، بس انا قلت انت اكيد هتترددي قبل ما تيجي، ولا انت بقى عارفه انها مش جايه؟ يا مين دي؟ منى. هي هند قالت لك؟ ومنى كمان. المكتب كله عارف. بس مش مننا والله. لا انت هتقولي لي، وانتوا ما شاء الله كل واحده فيكم كل سنه هتقول كده. طب انت هتفضلي واقفه لي كده؟ اتفضلي عايزه اشتغل. طب لو احتجت اي حاجه قولي لي. انت عارفه اتفضلي على مكتبك يا حبيبي.
الو، هيا مستر جلال. حاضر. بابا تحب اكلم عاطف يجي ياخدك يوديك اي مستشفى؟ لا يا بنتي انا الحمد لله كويس. كويس ده ايه؟ هو بالكلام؟ ما تقلقيش انا شويه ونازل عشان بعد الجلسه اللي باخدها عند الدكتوره نهاد اخليها تكشف عليا وتقولي ايه الحكايه. هو يا بابا مش المفروض حالتك تتحسن على العلاجها ده؟ مفروض، بس هنعمل ايه بقى؟ ادي الله ودي حكمته واديني ماشي وراكم لحد ما اشوف اخرتها ايه. ولو ان باين اخرتها قربت بقت الشر عليك يا بابا. طب قولي هتروح لها امتى وانا هكلم عاطف يجي يوديك. لا ما تكلمهوش يا بنتي انا هتصرف. تتصرف ده ايه؟ لا انا مش هسيبك تروح لوحدك، خلاص رجلي على رجلي. معقولة اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقعدي هنا؟ الواد محتاج لك اكتر مني. انا هنزل. طب خلاص خلي هاني يروح معايا. يا بنتي ما حدش هيجي معايا، انا بقيت كويس اهو. سيبيني بقى علشان اغير هدومي وانزل. حاضر. انا اسفه يا جلال على كل الايام اللي غبتها، ومتقبله طبعا انت تخصمهم من المرتب، وان شاء الله الفتره اللي جايه التزم ونعوض كده. انت بتلف وتدور يا هلا، يعني انا مستنيكي من امبارح وكلمتك اول ما وصلتي عشان تدخلي لي عشان اكلمك في الشغل. امال تكلمني في ايه؟ في الدهيه اللي عملها جوزك وطلقتي من ورانا. على فكره انا مش هسكت، انا عمري في حياتي ما حد داس لي على طرف وسبته في حاله، وانت كمان لازم تحطي ايدك في ايدي عشان نعرف نردها لهم. نرد لهم ايه بالظبط؟ الخيانه. ولا انت ناوي تعديها عادي كده كان مفيش مصيبه حصلت؟ وهنردها ازاي بقى؟ معرفش، نفكر ولحد ما نلاقي حل. اتفضلي. ايه دي؟ دي هديه كنت جايبها لمنى عشان خاطر نرجع لبعض. بس دلوقتي دلوقتي ايه؟ دلوقتي لازم تقبليها مني انت يا هاله، لاني ما اظنش ان انت هترجعي لطارق بعد اللي حصل بينكم. انت لازم تبتدي حياتك من جديد، ما حد يقدرك ياخد باله منك ويفهمك. طيب اوكي عن اذنك. رايحه فين؟ معلش اصلي ورايا شغل كتير قوي ومديري صعب قوي بصراحه. انت هتسيبيني من غير ما تردي عليا؟ عايزني ارد عليك يا جلال؟ حاضر. للاسف اللي انت بتقوله ده اسمه لعب عيال، وانا ماليش في لعب العيال بصراحه. عن اذنك. عامله لي فيها فيلسوفه. هانت اهو بعد اسبوع ان شاء الله هتطلع التحاليل ونعرف النتيجه. احنا لسه هنعرفها؟ كان عليا انا عرفتها خلاص ورتبت كل حاجه. ما تخافيش علي، انا مش خايف من الموت. بعد الشر عليك يا بابا. الموت يا بنت عمره ما كان شر، بالعكس ساعات بيبقى راحة خصوصا للي زيي. الحاجة الوحيدة اللي صعبة فيه فراق الناس اللي بنحبهم، والحاجة الوحيدة اللي ما خدتش بالي منها إن ولادي مش جاهزين للفراق. بكل النهاية ما بتقرب كل ما بخاف عليهم أكتر. ايوه بس انت ربيتهم كويس وربيت معاهم اجيال. كنت فاكر كده، كنت فاكر اني خلاص عملت الواجب اللي عليا واديت الرساله وكل واحد بقى يمشي في طريقه براحته. لكن اتصدح لي ان هم لسه محتاجين لي. هم محتاجين لحاجات بسيطه بس مهمه، محتاجين للكلمة الطيبة، الحضن الحنين، لنظرة العين اللي تطمن وتحسس بالأمان. أنت
انا كل ما بكبر فهم بيكبروا، بحس ان هم لسه صغيرين عيال محتاجين لي. ربنا يخليك لينا ويديك الصحة وتطمن عليهم ويطمنوا عليك. نزلت الشغل؟ ده عم بديها لما قال لي انها رجعت البيت امبارح، قلت فرصة يعني اجيلها النهاردة ونقعد نتكلم يمكن تكون هديت ولا حاجة. نزلت وبابا كمان نزل. لو كنت كلمتنا قبلها كنا قلنا لك وما كنتش دبيت المشوار على الفاضي يا باشمهندس. يا سيدي فداك وفداها مليون مشوار. ولما هو فداها بتكسر قلبها ليه يا طارق؟ اسكت يا هند. مش ساكتة، مش قادرة اسكت. وبعدين معاكي بقى؟ سيبها يا هاني. اتكلمي يا هند. قولي كل اللي جواكي. بس مش عارف بقى اذا كنت هتصدقيني ولا مش هتصدقيني، بس والله العظيم والله العظيم انا ما كان قصدي ابدا ان انا اجرحها ولا ان الامور توصل لكده. على صدمه، صدمه كبيره يا طارق. من ساعه اللي حصل وهي بتلوم نفسها وحاسه انها غلطانه هي كمان. امال انا اعمل ايه بقى؟ كل اللي ممكن تعمله دلوقتي انك تعدي اليومين دول. استحمل منها اي كلام او تصرفات. انا مستعد استحملها العمر كله، بس هي تديني فرصه بس وتسمعني. هلا بتحبك يا طارق وهي دي المشكله. يعني يعني اللي يحبك بجد هو اللي تصعب عليه نفسه قوي لما يحس انه بيخسرك، لدرجه انه ما يقدرش يسامحك ولا يعديلك. على قد المحبه على قد الجرح يا طارق.